اليوم مظاهرتنا مستمرة، مظاهرة خريجي محافظة المثنى، إلى الآن لم يتم تنفيذ مطالبنا ومستمرين، وعندنا خطوات تصعيدية قادمة إن شاء الله، وما نرجع لبيوتنا ولا نهدى ولا نكل ولا نمل لغاية تحقيق المطالب. تمام. اسم؟ نحن خريجين محافظة المثنى المعتصمين منذ 2019 لحد الآن. نحن مصرون على اعتصامنا المهذا مفتوح، ولن نترك المكان حتى تحقيق المطالب. احنا وعودنا جاهزة ومتنفذة، بقت أوامرنا من السيد المحافظ، فإحنا ما راح نترك المظاهرات وما راح نتخلى عن مكاننا إلا بتوفية الوعود. ليش ما تبون هنا؟